السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في تكملة محل تمرينات كتاب الطالب الخاصة باللغة الإنجليزية. وصلنا إلى التمرين اللي موجود صفحة 30 في كتاب الطالب. عندي هنا أجب صاحب خطأ، وهذا تمرين مهم دائما يجي بالوزاري، تجي قطعة خارجية عن طريقة وبعدين يجينا بالوزاري. في هذا التمرين احنا لازم اعزائي طلبة التلاميذ لازم نعرف انه معاني اكثر كلمات. The word cotton comes from the Arabic cotton، كلمة cotton بالانجليزي يعني جاية من الكلمة العربية اللي هي قطن. الجواب true يعني صح. Paper is usually made from cotton، الجواب false يعني ليس دائما انه الورق عادة يصنع من القطن. All furniture is made from wood، كل الأثاث مصنوع من الخشب. الجواب هنا خطأ، مو كل الأثاث يعني. Wool comes from sheep, goats and even الصوف يأتي من الأغنام الماعز وحتى الأرانب. الجواب صح. Rubber comes from tree، الجواب صح. المطاط هو عبارة عن يأتي من شجرة. Most leather comes from cows، عبارة أغلب الجلود تأتي من الأطعام. هذا هو هذه القطعة قد تجي وقتها بالوزاري من أتوبة اللي بالنسبة لهذا السؤال، هذا التمرين يعني هو يريد يعلمني شلون أسوي أداة السؤال. إحنا قلنا does the word لازم هنا كم أشيل الأس، ليش؟ لأن does عوضت عنها. Come from the Arabic Arabic word cotton. وخلي علامة استفهام. إذا إحنا عندنا موجودة فعل في أسفل استخدم does. إذا موجود فعل مساعد هنا بسوي سؤال أقول is paper usually made كتن. أخلي علامة استفهام هنا أنا أيضا is all أنا أكثر من سؤال وود وخلي علامة استفهام. أجي هنا أنا وود comes from، بالنسبة لهنا أنا وود comes، السؤال comes فأجيب does. هنا إذا عدنا أجيب does وود comes from sheep from a goat even rat. وخلينا على الاستفهام. rubber comes from a tree ايضا فيها اس فاخلي داس بالنسبة إلى الجملة الأخرى يقول ماست لذر كمز فروم كاوز أيضا بنفس الطريقة أقول داز ماست لذر كمز فروم كاوز. هذا بالنسبة لهذا التمرين. انت قد يجيب لك سؤال داس، قد يجيب لك رقم تستخدم داس او اس.
بالنسبة إلى البلوج اللي هي المدونة اللي هي هاي تحكي عن الدكتورة وهاي قد تجينا قطعة خارجية عليها عادة تجيبوها قطعة خارجية وعليها أسئلة مهمة اللي هي هاي الأسئلة الموجودة أسئلة مهمة عليها. يقول a surgeon is a doctor who does operations. الجراح هو طبيب يسوي عمليات. الجواب صح. She always does operation in the morning. الجواب خطأ. يعني دائما always دائما تسوي العمليات صباحا. لا هي مو دائما تسوي. She wears a uniform at work. تلبس الزي الرسمي اللي خاص بالأطباء. الجواب صح. ونجي today she is shopping with a friend. هي اليوم تتسوق مع الأصدقاء. الجواب خطأ. هي تتسوق مع عائلتها. She is shopping for a white coat for a walk. الجواب خطأ. ما اشترت المعطف. Her daughter is buying a thick sweater. الجواب صح. Where they go to the shopping mall every day. الجواب خطأ. هي تروح للمول كل يوم. Sometimes she play tennis at a weekend. الجواب صح. هي في بعض الأحيان تلعب التنس. يجي هنا find the correct. شوفوا هنا مو يجينا عن نحكي على الفعل المضارع البسيط. فهنا استخدم I walk. I get up. زين. هنا من يشوفون شوبينج. شوبينج دائما ما يصير يجي اي شوب. ما يجي اي شوب. دائما يجي اي ام شوبينج. لان فعل مستمر. فعل مستمر. استمرارية التسوق. يعني اقول اي ام شوبينج. اي اوبن هنا وورك. زين. هنا من يشوفون ماي دوتر. باين نفس الشيء. من يشوفون باين اللي هو معناها يشتري. يتسوق ويشتري دائما هنا ياخذ اي ام جي. دائما ياخذ الاي جي للفعل باستمرار. زين هنا كوك وكلين. هنا عندي هنا من يشوفون هاي الكلمه ناو يعني تختارون اللي بها اي ان جي. تختارون بها اي ان جي والاي ان جي هذه ار وي وات ار وي ماذا يعني الان هنا وين هاي ريد وهنا يستخدمون watch. زين خلوها بارك. نجي على التمرين الاخر اللي بعد منه يبقى انه يحكي لي على يعني كلمات اتعلم كلمات معاني. هنا أنا هاي ايضا اتعلم منها كلمات. هو جاي هنا منطقي لهذا الكلمات الثمانية الجمل الثمانية. حاولوا أنه تحفوهم كمعنى مو تحفوهم يعني بس تطلعون عليهم. وهاي الصور الخاصة بهم يعني الجملة الأولى الأولى اللي هي خلينا نشوف شو الجملة الأولى اللي هي الجملة الأولى اللي تقول when you want to make a toy out of wood what you need something hard so hammer is good. هاي بالنسبة للجملة الأولى. بالنسبة للجملة الثانية اللي هي نختار الرابعة الصورة الرابعة خلينا الرابعة الرابعة you don't make a pillow out of glass. النقطة الخامسة العفو الصورة اللي وراها هي نختار الخامسة. الخامسة راح تكون إذا نباوع عليها you don't make a window out of wood because you can't see out as you should. وبالنسبة إلى الصورة الأخرى اللي هي الصورة راح تكون الثالثة. والثالثة جاية بمعنى نقراها letter is hard on water. ونجي على النقطة اللي وراها اللي هي الرابعة الصورة الثالثة السابعة. السابعة راح تكون السابعة نقراها الجملة السابعة you don't wear summer clothes in the snow you don't wear these hard don't you now. ونجي على النقطة اللي وراها اللي هي راح نختار الثامنة. الثامنة راح تكون الثامنة نقراها الثامنة راح تكون you don't wear a warm scarf in the sun wear a light shirt and you will have fun. وايضا عندنا الصور الاخيره هي راح تكون السادسه والثانيه والثانيه
الطرف الثانية. بالنسبة للسادسة، هاي السادسة اللي هي you don't wear summer shoes in the snow, you do with these hard don't you now. الثانية metal paper rubber and wood, leather glass button and wood. Think about your material careful, think about all the properties. وهاي بعد الصور فإذا تقول تخلوهن، هاي الوحدة الرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والثامنة والسادسة والثانية والثانية. هنا درسنا لهذا اليوم انتهى. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك القناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.